سأكون أول من يدير العجلة. كم أنا محظوظة! أنا فقط أحب النقانق. إنه لأمر رائع أن أحصل عليهم. بتعبير أدق، نقانق ضخمة. والآن سأكتشف ما اللذاذة التي سأحصل عليها. اللعنة، أردت لذاذة وليس شيئا مقرف. ربما لم يفت الأوان لتحريكها. لا، لن أسمح لك. هل تريدينني أن أكل هذا الهراء؟ مقرفون ومخيفون. لا، لن أفعل. أنا بالفعل خايفة جدا منهم. إذا كنت لا تريدي، إذا لديك عجلة العقوبات. لا، أفضل الصراصير. على الرغم من أنهم لا يتناسبون مع البيتزا الشهية على الإطلاق. أوه، هاجموا ذراعي. لا، لا أريد ذلك. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا، حان وقت النقانق. أنا موافقة تماماً. الآن سأصنع بيتزا من الهوت دوغ مع هذا السشق اللذيذ. انظري فقط كم هي كبيرة ولذيذة. لم أتذوق أي شيء أفضل. السشق يكمل طعم البيتزا بشكل مثالي. ألذ من الهوت دوغ العادي. جولي، أنت تجبرينني على تناول قضمة لذيذة. بالطبع سأفعلها بكل سرور. ماذا تفعلي؟ من سمح لك بلمس نقانقي والبيتزا؟ هيا، أعطني الهوت دوغ أيضا. كنت أن تأكلينها كلها. هيا، كلي الصراصير الخاصة بك. لا أريد، هناك الكثير منهم. من الواضح أنهم يريدون أكل البيتزا. واو، مجموعة كبيرة فعلا. دعينا نبعدهم جميعا. اسمحوا لي على الأقل أن أخذ لقمة واحدة من البيتزا. واو، لم يتركوا شيء تقريبا. حسنا، هذا أكثر ملائمة. لقد أكلت لتوها صرصور. يا له من كابوس. يبدو أنه استقر في فمي. ابتعد. ميلا لديها مملكة صراصير في فمها. هل يمكنني أن أكون أول من يجير العجلة؟ أتساءل ماذا سيكون لدي في هذه الجولة؟ لا، لا، ليس ديدان. سأكون سعيدة بمضغ العلكة وليس ديدان. هاي، أنا أحب الهوبا بوبا. حان دوري الآن لتدوير العجلة. ليس عادلا. لماذا لديها علكة ولدي أقدام الدجاج؟ هذا مقرف ومخيف وسيء. نعم، أنا لا أحسدك. من الأفضل أن تأكلي بسرعة. فعلا، ماذا أنتظر؟ حان الوقت لنشر العلكة على البيتزا لجعلها جميلة ولذيذة. إنها مشرقة وطويلة، لذلك ستتألق البيتزا بالتأكيد بألوان جديدة معهم. أنا متأكدة أنه سيكون رائع. تادا! حسنا، كيف؟ أعتقد أنه مذهل. نعم، يبدو رائعا، ليس مثل أقدام الدجاج. بالمناسبة، خطرت لي فكرة رائعة. سوف تفرح ميلا بالمسحة التي توصلت إليها. ما هذا الهراء؟ لا، هذا كثير جدا. سيكون من الأفضل لو لم تدفعي هذه الأقدام علي. هيا، دعيهم على البيتزا، ستكون أكثر فائدة. ولماذا يجب أن أعاقب؟ يمكنني الاستمتاع بطعم البيتزا، لكن لابد لي من الاختناق من أقدام الدجاج. حسناً، كيف؟ هل يعجبك؟ هل هي بيتزا لذيذة؟ هل تمزحون معي؟ هيا، كل البيتزا الخاصة بك. سأكل البيتزا خاصتي بكل سرور. كم هذا رائع! لم يكن لدي فكرة أن العلكة والبيتزا يشكلا شيء غير واقعي. إنه لذيذ جدا، لا أريد التوقف. أفضل بيتزا في العالم. الآن حان وقت الفقاعة الضخمة. واو، إنها فعلا كبيرة جدا. كلما كبرت الفقاعة كبر الانفجار. ماذا حدث؟ أين أنا؟ لا أستطيع رؤية أي شيء. هذه فرصتي للتخلص من كل أرجل الدجاج. أكل البيتزا بدونها ألذ بكثير. جولي، هل تعتقدي أنني لم أرى شيء؟ لقد رأيت. ولأنك غشيتي، عليك أن تواجهي عجلة العقاب.
أتمنى أن أحصل على شيء جيد. مطر، هذا لطيف. لكن ماذا لو كان مطر أقدام الدجاج؟ ساعدوني، أنا مغطاة بهذه الأقدام السيئة. جولي، تبدين مضحكة جداً. دعونا نرى ماذا ينتظرني هذه الجولة. نعم، أنا محظوظة. حان الوقت للعيون السكرية. لا يمكن أكلهم فقط، بل يمكن أيضاً اللعب معهم. انظري ميلا، لدي عيون على أصابعي. مضحك. حان الوقت لتجربة العيون. حسناً، كيف؟ هل هم لذيذون؟ جداً. أنا متأكدة من أن البيتزا ستكون رائعة. أريد شيئاً لذيذاً. لا، أخطبوط. إنهم صغيرون جداً، لزجون ومقرفون. لا أستطيع أن أتخيل مدى فظاعة البيتزا. أتخيل أنها ستكون مقرفة، لكن هنا لا يمكنني أن أخطئ. أنا متأكدة أن البيتزا بعيون مربى البرتقال ستكون لذيذة، حتى أنها تبدو ممتعة ولطيفة وحلوة. لنتذوق. كم هو لذيذ، لا أستطيع التوقف. شهي. لن أقول لا لمربى البرتقال أيضا. انظري هذه العين التي ستظهر في فمي. جولي، أنت تتلعبي كالعادة. أنا فقط في مزاج جيد. عزيزتي، لماذا لا تأكلي؟ لقد تمنيت بالفعل ألا تتذكرينني. لا أريد حقا تجربة هذه الأخطبوطات. آمل ألا يلتصق بي من الداخل. ميلا المسكينة، تجعلني أشعر بالسوء. بالطبع، هذه أخطبوطات لديها مصاد ويمكن أن تلتصق باللسان. جولي، هل تعتقدي أن هذا مضحك؟ ليس عليك الضحك، الآن سأريكي. ما كان ذلك؟ كيف تجرؤي؟ الآن أنت تعرفين أن الأخطبوط ليس شيئاً مضحك؟ لقد فعلت ذلك عبثاً. انتظري، الآن سأحشو البيتزا في فمك. بعد ذلك بالتأكيد لا يمكنك الهروب من كل هذه الأخطبوطات. خذي هذا. مقرف، مقزز. جولي، أنت قاسية جداً. لا، هذا عادل. شهية طيبة. دعينا نقرر من سيبدأ. لقد ربحت، سأكون أول من يدير العجلة. نعم، أنا أحب البطاطس المقلية. هل تحب الصراصير أيضا؟ سوف تحصلي عليهم. جولي، ليس عليك الغش. أعيدي العجلة إلى الوضع التي كانت عليه، أو علي أن ألجأ إلى عجلة العقاب. حسنا. ها هي البطاطس، هناك الكثير ورائحتهم لذيذة جدا. أريد أن ألتهمهم في أسرع وقت ممكن. جولي، حان دورك الآن لتدوير العجلة. بالضبط. آمل أن يكون شيئاً لذيذ. لا، أي شيء إلا الثوم. إنه كريه جدا. عجيب، لم يأتي شيء، لذلك لن أضطر إلى أكل أي شيء. انظري بدقة أكثر. في الواقع هناك رائحة تأتي من هنا. اللعنة، علي أكلهم وليس وضعهم على عنقي. أحتاج أولاً إلى تقشير الثوم. حسناً، لدي علبة خاصة لهم. أحتاج أولاً إلى وضع كل الثوم هناك. أغطيها وأشغلها. في غضون ثوانٍ يتحول الثوم إلى ثوم مقشر، ويمكنني الرسم على البيتزا به. قلب رائع. فكرة عظيمة، وبمساعدة البطاطس سوف أرسم هذا الوجه الضاحك. ابتسامة لطيفة. الابتسامة أفضل من القلب. حسناً، لقد قلتيني. لا شيء يمكن أن يكسر قلبي من الثوم. الآن أنت بحاجة إلى أكل هذا القلب. كيف سأكله؟ القلب جميل جداً.
هيا، وقت عجلة العقوبة. اللعنة، لست محظوظة على الإطلاق. ليس علي أن أتناول البيتزا بالثوم فحسب، بل سأقوم أيضا بإعداد كوكتيل منها في الخلاط. لدينا خلاط، إذا أنت محظوظة. أنا أيضا أتساءل، ما الذي سينتج عن هذا؟ أعتقد أنه سيكون شيئا قبيحا جدا. الآن سوف نكتشف. إذا تقيأت فإن ميلا هي المسؤولة. هذا الخليط سيجعلني أشعر بالمرض بالتأكيد. نعم، يبدو قبيحا حقا. أوه، رائحتي كريهة جدا كالقمامة. أمسكوني، أنا أسقط. أوه لا، الثوم قتل ميلا. رهيب. أنا هنا، أنا بخير. واو، حتى البطاطس المقلية انتهى بها الأمر على وجهي. أنا، لماذا أنا غير محظوظة؟ بيتزا واحدة فقط. لأن البقية لدي. كلا كلا، لدي كل البيتزا. فقط انظروا إلى هذا البرج. لديك عمود ضخم من البيتزا ولدي واحدة فقط. ليس عادلا. توقفي عن التذمر، من الأفضل أن تبدأي في الطعام حالا. آمل أن تكون البيتزا لذيذة على الأقل. بالتأكيد تبدو فاتحة لشيء أكثر من غيرها. لذيذة، فقط شهية. وكم يوجد جبنة، أنا أحب الجبن. مهلا، احذري. أنا لست كيس قمامة بالنسبة لك لترمي عليه. حسنا، خذي هذا. لم أفعل ذلك عن قصد. أريد أن أتناول البيتزا بسرعة أيضا. منظرهم يسيل اللعاب. توصلت إلى طريقة لتناول الطعام بشكل أسرع وأكثر راحة حتى لا تتسخ يدي. واو، مرة أخرى. يا إلهي، لم أكن أعتقد أن أي شخص يمكنه فعل ذلك. كيف فعلت هذا؟ البيتزا لذيذة، لذلك يمكنني فعل ذلك. ماذا حدث؟ يبدو أنك الآن بالتأكيد لن تصلي إلى البيتزا، لكننا نحن لن نرفضهم. أنا بحاجة ماسة إلى العودة إلى طبيعتي. أين البيتزا الخاصة بي؟ من سرقها؟ حقا، من يجرؤ على ذلك؟ يا لكم من لصوص، كيف لا تخجلون؟ لا نخجل على الإطلاق، لأنني أفكر فقط في كيفية أكل البيتزا الخاصة بي. حسنا، البيتزا اللذيذة لدي، حان الوقت لالتهامك. ربما لا يجب أن تأكلهم من القاعدة. ما الذي يمكن أن يحدث؟ هذا هو، لقد قلنا لك. نعم، كان هناك سقوط بيتزا حقيقي. لماذا هذا العقاب لي؟ أنا أكره الثوم. ومن يحبه حتى؟ لم يحالفكم الحظ، أنا لدي ثومة واحدة فقط. لماذا تضحكي؟ أنت أول من سيأكل. بكل سهولة، أنا لست جبانة، لذلك سأتعامل معها بسرعة. الشيء الرئيسي ألا يغمى علي. يبدو أنني بلغت في تقدير قوتي. هذه القمامة غير واقعية بكل بساطة. يكفي بالنسبة لي. ماذا؟ يجب أن تنهي كل الثوم. لدي هدية لك، عصارة الثوم. يمكننا وضع كل الثوم فيها وعصرها في فمك. لا أريد أن أمرض أو سيغمى علي. لم أكن أطلب منك، هيا افتحي فمك. هذا فقط مقرف. أشعر وكأن قطة في فمي. الآن أنتم تفهمون ماذا أعني. أنا حتى أستطيع شمه. كم هذا كريه الرائحة، مرعب. من الجيد أن لدي دائما علكة لمثل هذه المناسبات. شكرا جزيلا، لن تضطروا إلى شم شيئا بعد الآن، ولن أضطر إلى المعاناة. أليكس، حان دورك لأكل الثوم. لماذا آكله؟ انظروا إلى هذه القلادة الرائعة التي يمكنني أن أصنعها منه.
توقف عن العبث، عليك أكله. أوكي. حسناً، لكن أولاً أحتاج إلى التخلص من كل شيء زائد، لهذا أحتاج إلى إناء ضخم. أهزه جيداً، والآن لن يتبقى سوى الحصوص، مما يعني أنه يمكنني تناوله. واو، لم أتذوق أبداً أي شيء أكثر سوءاً في حياتي. الآن عرفت الرائحة التي كانت تنبعث من فمي؟ يمكن لمشبك الغسيل أن يساعدني. هذا لم يعد كافياً، أنا بحاجة إلى رش معطر الجو في كل مكان. يبدو أن معطر الجو لا يساعد، أنا بحاجة إلى تحييد مصدر الرائحة الكريهة. لقد نجحت، لكن لا تحاول تكرار ذلك في المنزل، لأن معطر الجو خطير جداً. لكن لا رائحة كريهة من فمي. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا كلي الثوم. لا أستطيع تحمله منذ الصغر، إذا رأيتم وجهي يتحول إلى اللون الأخضر ساعدوني أتوسل إليكم. ما هذا الهراء؟ لماذا أنت مستعجلة؟ لا حاجة للتسرع، لكن بهذه الطريقة سأتعامل بسرعة مع كل هذا الثوم. واو، يا لها من شجاعة ويا لها من سرعة. جولي أنت رائعة. انتهيت، لا مزيد من الثوم. واو، يا لها من رائحة. جولي أنا آسف، لكن علينا عزلك، وبعدها سننتهي من هذه الرائحة الكريهة. مهلا، لماذا؟ لا أستطيع التنفس، سيغمى علي. نجحنا أخيرا، لا رائحة كريهة في الغرفة، وأنا أصبحت أفضل بكثير. هي يا رفاق، حظي سيء، لدي حبة واحدة من التيك تاك. وأنا محظوظ، لدي علبة كاملة. انظر من هو المحظوظ. نعم، كان يجب أن أحصل على مجموعة من الأشياء جيدة يوما ما. ميلا، لديك أقل شيء، ابدأي. أعتقد أن تناول قطعة واحدة من الحلوى لن يكون صعبا بالنسبة لي. لذيذ، لكنه صغير بشكل رهيب. أليكس، دورك الآن. أخيرا، الآن سنحصل على هذه. ماذا يحدث؟ لماذا لا تنسكب؟ أين الحلوى الخاصة بي؟ ترك أليكس بدون حلوى. اللعنة، قمت بتشتيت كل الحلوى على الطاولة. أعتقد أنه يمكنني جمعها بسرعة باستخدام قشة عادية. انتهيت. جولي، أنت الوحيدة المتبقية. ليس لدي فقط حزمة ضخمة من الحلوى، لدي مجموعة كاملة من العبوات العادية. نعم، هذا يكفي للجميع. لا، كل الحلويات لي، أنا أحبها جدا، لذلك سوف آكل العديد من العبوات والعديد من الحلويات. شهي. اللعنة، لم تشارك معنا حتى. حسنا، أنا أعرف طريقة كيف نسرق علبة واحدة. تدام، إنها حلوياتنا. حسنا، قفوا، ألا تخجلوا من السرقة؟ لا توجد أدلة، لن تثبت أي شيء. الآن سوف أعلمكم درسا، سيكون انتقام جولي رهيبا. ارفعوا يديكم، استسلموا. ما رأيكم؟ لتعرفوا كيف تسرقون اللذاذة. أوه، هذه حلويات، من الأفضل الإمساك بها. بالضبط. اللعنة، لم يتبقى لدي أي شيء، استخدمتهم بالإطلاق. لكنك شاركتي مع أصدقائك. ها هي أوراقي. عظيم، تفضلي. واو، لا أصدق عيني، إنها ليست امرأة، إنها فقط جمال يمشي ونحوي مباشرة. يا
لها من فتاة جميلة. الجو حار هنا. ها هو جو السفر وبداخله التذكرة. شكرا. أنا بالتأكيد لست محرومة من انتباه الشباب اليوم. إقامة سعيدة يا شباب. علي الذهاب. لنركض، ربما يمكننا اللحاق بها. هاي إلى أين؟ أيها الشباب أروني تذاكركم. وها هي طائرتي. يا لها من فتاة رائعة ليس مثلي. واو. أخيرا، كم أنا متعبة من السير مع هذه الأشياء. ها هي صغاري الذهبية، افتقدتكم كثيرا. واو مخادعة. هيا لنسافر يا جمالي. مرحبا، تذكرتك. كل شيء بخير، لكن لسوء الحظ الكلب ممنوع مع كل الحيوانات أيضا. حسنا، لدي فكرة رائعة. سأضع أرنبي الحبيب هنا وسأبقيه وأخفيه بهذه القبعة. وداعا بوبي. لا تقلق، سيبقى معي. جواز سفرك سيدتي. كل شيء بخير، الآن أتحقق قليلا. ماذا؟ حسنا. الحيوانات ممنوعة على متن الطائرة، لكن لا تقلقي، سينتظرك الحيوان هنا عندما تعودي. مرحبا سيدي، هل يمكنني التحقق من غطاء رأسك؟ لدي خدعة لك. أبراكادابرا، كان هناك جواز سفر والآن لا شيء. أقدم قبعتي سريعا للتفتيش. غريب، لا شيء، تفضل. وهنا لا شيء. حسنا، تحياتي. تفضل من فضلك. حسنا، لقد تركت أرنبي هناك وحيد. آسف سيدتي، أعرف كيف أساعدك. خدعة صغيرة وصديقك بجوارك مباشرة. الآن سترين. يبدو أنه هنا. ها هو. واو، شكرا. لنرى كل شيء على ما يرام، تفضلي. نعم، الوثائق مرتبة. نفحص السلة. لا، إنها قطتي. أعرف يا سيدي، هل قيل لك أن لديك ذقنا رائعة؟ هل يمكنني التقاط صور لك؟ حسنا، لما لا؟ لكن انتظري لحظة، أحتاج إلى إصلاح شعري أولا. أنا الآن جاهز. ممتاز، لقد نجحت. الآن الشيء الرئيسي هو الصعود على متن الطائرة. أنا آسفة على الذهاب. ما هذا؟ سلة فارغة؟ لا شيء بداخلها. مرحبا. تفضلي بالدخول. حسنا، هذا هو مكاني. الآن يمكننا السماح لك بالخروج يا قطتي. يا لك من لطيفة، هل يمكنني حملها؟ بالطبع. يا لها من قطة جميلة. أوتش، ماذا معي؟ هل هذه حساسية؟ مرحبا، رحلة سعيدة. طاب مساءك، مستنداتك. تفتيش كالعادة. حيوانات لا يوجد، تفضل. لحظة، إنه هامستر. لا استثناءات، الحيوانات ممنوعة على متن الطائرة. هذا مؤسف. قواعد صارمة، بالتأكيد لا يمكن أن يفعل ذلك مع الضفدع. أحتاج إلى ابتكار شيء ما. لدي كتاب قرأته بالكامل، مما يعني يمكنني تعديله قليلا. لم أحب هذا الجزء من القصة أبدا. الآن دعونا نضع الضفدع بالداخل. ممتاز، يمكنني الذهاب. ها هي التذاكر الخاصة بي. أيمكنني الدخول؟ مباشرة بعد الفحص. تبدين نظيفة، تفضلي. مرحبا بك على متن الطائرة. وهنا مكاني، سأضع أمتعتي في الأعلى حتى لا تعيق الطريق. نحن جاهزون للإقلاع. لم يكتشفوا ذلك. كيف حالك يا ساحري الصغير؟ ما كان ذلك؟ إنه على رأسي، ساعدوني. مرحبا، ها هي تذكري. كيشا، كيف حالك؟ آسف، لكن كيشا لن تطير إلى أي مكان. على الأقل ليس على متن الطائرة. الحيوانات ممنوعة. أتسمع؟ حيوانات ممنوعة.
أوه، لدي فكرة. What؟ هيا لنذهب للمساعدة. هذا أفضل بكثير. مرحبا، التذاكر من فضلكم. أي أي، يبدو أن السحلية ذهبت في نزهة. سيدي هل أنت بخير؟ نعم، كل شيء على ما يرام. لا، هذا لا يطاق، إنها تدغدغ. ما خطبة؟ نعم نعم، تذكر نكتة للتو، أليس كذلك أليكس؟ من الصعب تصديق ذلك. أرني ماذا لديك هناك. كنت أعرف تحاول اصطحاب الحيوانات. أي أنظر ماذا هناك. لقد نظر، هيا لنسرع. ماذا؟ أين ذهبوا؟ نحن لا نعلم. أوه، لقد هربوا. مرحبا، هذه تذكرتي. كل شيء على ما يرام، لكن السمكة لا. لا يمكنك اصطحاب الحيوانات على متن الطائرة. أطلب منك أن تعطيني السمكة وتعتني بها. هل يجب أن أتخلى عن الثعبان؟ سوف أشتاق إليه. لدي فكرة. تنح جانبا. ها هي أوراقي، دعوني أدخل إلى الطائرة. وما هذا؟ لا حيوانات على متن الطائرة، ليس في ورديتي. أوبس. كيف تجرؤ؟ من فضلك تفضلي. وها هو مكاني. هل أنا أتخيل أم أن هناك شيء يصفر تحت أذني؟ إنه فقط ثعبان غير دار.